الرسالة اللي هتقدميها للعالم من خلال مسابقة؟ I will feel of course very... طبعا حاسة بالسعادة وحابة أنقل رسالتي للعالم. الجمال مش بس إنك تبقي ملكة، لكن لازم تكوني منفتحة على العالم ومتقبلة جميع الثقافات. بتهيالي إن إحنا لو اتبدلنا الثقافات بيننا ده الحل الأمثل لعالم أفضل، علشان نقدر نطور من خلاله شيء جميل للسياحة. So over people all the world because we have many many cultures. المرأة الفرنسية مرأة قوية جدا للغاية، بتستمد قوتها من إيه؟ Yeah apparently and we said تقريبا الفرنسيين كمان ليهم حياة دايما مشغولة. أنا عايشة في باريس ودايما مشغولة. إحنا أقوياء لأننا دايما عندنا حاجات كتير نعملها. الستات في باريس بتشتغل في حاجات كتيرة مش في حاجة واحدة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا طالبة وبشتغل عارضة أزياء ودايما بطور من شغلي. For me example I'm student from France come from Paris and I love fuchsia.